مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي معاكم ومعانا النهارده هيكون معانا حلقه جديده من حلقات برنامجنا، هنتكلم فيها عن كل ما يدور في الشارع الاقتصادي المصري واهم الاحداث التي حدثت على ارض مصرنا الحبيبه. في البدايه بنقول لنفسنا ولكل المصريين ولكل العالم الاسلامي كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم باليوم والبركات. في بداية حلقتنا النهاردة بنتكلم عن أهم الأحداث اللي حصلت على الساحة الدولية في الفترة السابقة، وكان على رأسها للأسف خبر حادث الانفجار اللي حصل في لبنان. لبنان طبعا دولة شقيقة، ومصر في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدم مجموعة من المساعدات للدولة اللبنانية في ظل الحادث الأليم اللي مر على لبنان. الرئيس كلف بتكوين جسر جوي لتقديم المساعدات الصحية للشعب اللبناني العظيم. طبعا سيادة الرئيس، الموقف اللي قام بيه مش موقف جديد علينا ولا على المصريين ولا على الدول، ان هي تشوف ان مصر دايما بتقف، مصر دايما بتقف مع الدول في الكوارث والمشاكل العالمية. احنا معانا مواقف كتير جدا مع كثير من الدول، مصر كانت بتقوم بدور الاخ والصديق في كل الكوارث اللي بتحصل ليهم. طبعا في ظل وجود القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي الموضوع واضح، وكان بشكل فعلا اخوة ومحبة بين مصر وبين دولة لبنان. عندنا كمان حاجتين مهمين جدا الاسبوع ده هنتكلم عنهم النهاردة باستفاضة. الحاجة الاولانية هي العيد القومي الخامس لقناة السويس الجديدة، والحاجة الثانية هي العرس الدستوري اللي مصر بتشهده في ظل انتخابات مجلس الشيوخ 2020. هيكون معانا ومعاكم النهاردة المهندس سعيد الزيدان رئيس جمعية مزارعي المليون ونص فدان، هنتكلم معاه عن مواضيع كتير ومن ضمنها الموضوعين اللي اشرنا ليهم في مقدمه الحلقه. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير ابراهيم بيه، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. وبنعزي طبعا الشعب اللبناني وبنأزره في الابتلاء العظيم اللي هو بيمر بيه دلوقتي، وبنشكر القياده السياسيه في مصر وبنشكر سياده الرئيس على المساعدات اللي مصر بعتتها للبنان وعلى وقفتنا مع الشعب اللبناني الشقيق. احنا الحقيقة المصاب الأليم ده أصابنا كلنا بالحزن. طبعا الشعب اللبناني ليه مواقفه مع الشعب المصري، واحنا يعني بيننا وبينهم علاقات جيدة جدا جدا جدا، والشعب العربي عموما هو يعني جسد واحد يعني. فطبعا احنا بنعزي الشعب اللبناني في الضحايا وبنأزره في المصابين والأضرار والخسائر اللي حصلت في الانفجار، والمفروض يعني بنخاطب المجتمع الدولي بأنه يعمل لجنة تقصي حقائق علشان يوصلوا للأسباب دي. وطبعا احنا ده يعني شيء أصابنا كلنا يعني بالحزن الحقيقة، من الشعب المصري كله أكيد زعلان ومتضايق على حاجة زي دي، فاحنا كلنا بنعزي الشعب اللبناني وربنا يكون في عونه. طيب في البداية عايز أتكلم مع حضرتك على موضوع مهم جدا، وهو ميلاد جديد للشخصية المصرية بتاريخ يوم 6/8. يوم 6/8 ده يعني احنا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجات كتير قوي في مصر وللمصريين، كان على رأسها هو ميلاد جديد للشخصية المصرية يوم 6/8 بمشروع قناة السويس الجديد. طبعا حضرتك يعني من بحكم ان حضرتك رئيس جمعية مزارع مليون ونص فدان، وبحكم ان حضرتك يعني متابع للحدث ده وبتحضر دايما الاحتفالية من بداية قناة السويس الجديدة لحد العيد الخامس
اللي كان الاسبوع اللي فات. انطباعك ايه؟ يعني انت شايف الموضوع ده عمل ايه في المصريين؟ بص حضرتك، احنا يعني الاول بنهني الشعب المصري وبنهني السيد الرئيس وبنهني الفريق مهاب مميش وبنهني السيد الفريق أسامة ربيع على العيد القومي الخامس لقناة السويس الجديدة. بنهني الشعب المصري على قناة السويس الجديدة في شكل نتائج ودروس مستفادة. تمام. وبنهني السيد الرئيس على قناة السويس الجديدة في نجاح رؤية السيد الرئيس من خلال الدروس المستفادة والنتائج. وبنهني سيادة الفريق مهاب مميش على فكرته ونجاح فكرته، وبمناسبة عيد ميلاده، لأن يوم 6/8 اللي اختاره السيد الرئيس يكون عيد قومي قناة السويس الجديدة، هو عيد ميلاد السيد الفريق مهاب مميش. وبنهين السيد الفريق أسامة ربيع الرئيس قناة السويس الحالي، وده طبعا في شكل نتائج بتتحقق على أرض الواقع، وسواء النتائج بتثبت جدية دراسة الجدوى الفنية وجدية دراسة الجدوى الاقتصادية، وكمان على المشروعات اللي لحقت بقناة السويس الجديدة. فكلنا بنهني بعض بهذا الإنجاز العظيم اللي كان هو شرارة الانطلاق لكل المشروعات القومية بعد 30/6، لأن هو كان أول مشروع قومي يدشنه السيد الرئيس في سلسلة الإنجازات وسلسلة المشروعات القومية اللي قام بها سيادة الرئيس. تمام. طبعا أعتقد كمان إن هو يعني بيمثل تحدي للمصريين على الشكل العالمي، إن هي كلفت مبلغ كبير وكله برؤوس أموال مصرية، يعني مصريين اتقدموا وتبرعوا وشاركوا وساهموا ودفعوا عشان يعملوا قناة السويس الجديدة، عشان يثبتوا للعالم إن هم يعني زي ما بنقول ما حدش ينفع يلوي دراعه. بص حضرتك، هو ما فيش شك ان كلنا كنا بعد 30/6 محتاجين حاجة زي ما المصريين تكاتفوا ونزلوا وشاركوا في 30/6، كنا محتاجين بقى عشان طبعا يعني نزيل حكم الاخوان والجماعة الارهابية، لكن احنا كنا محتاجين بقى ننزل في حاجة تمثل نتيجة حقيقية ل30/6. تمام. نلتف حول مشروع ليه في وجداننا وفي الشخصية دعم نفسي، واحد مكونات الشخصية المصرية هو قناة السويس. تمام. كأحد أهم مصادر الدخل القومي نسترجع بيها حفر قناة السويس اللي كان وقتها الشعب المصري كان 4 مليون، وفي الوقت ده المصريين مات منهم واستشهد منهم في حفر قناة السويس 120,000 بني آدم. تمام. تخيل ان احنا حفرنا قناة السويس بعظمنا، تاخد بال حضرتك. فكنا محتاجين، ده كان المصريين لما الناس بتقول لك ان هم حفروها بالصخرة، انا شايف ان اللفظ ده لا يناسب وطنية وعقيدة وحقيقة الشعور، ما تقللش من الدور اللي هم قالوا الناس قاموا بيه. بالظبط، واخد بال حضرتك. بالعكس، ما فيش صخرة تخلي 120,000 واحد يموت جوه واحنا بنحفر قناة وممر ملاحي هو اخطر وافضل وأأمن ممر ملاحي في التاريخ، كان احد اهم مصادر الدخل القومي، خد بال حضرتك. فاحنا كنا مستحضرين بقى او كنا محتاجين حاجة نستحضر الروح دي، نستحضر هذه الروح مرة اخرى، بان المصريين يحسوا ان عندهم حاجة قومية بتاعتهم بيعملوها، او يعني يعملوا مشروع جديد او قومي جديد يلتف
حواليه المصريين كلهم قيادة وشعب وحكومة. قيادة وشعب وحكومة. فالحقيقة كان هو مشروع قناة السويس الجديدة. أول مشروع يقف فيه الشعب المصري جنبا إلى جنب مع الحكومة ومع القيادة السياسية ليبني دولته الجديدة اللي هي مصر الجديدة. خد بال حضرتك. فكان هو بمثابة أول حاجة رفع للروح المعنوية المصرية. كان أحد أهم المشروعات اللي بتسطر تاريخ جديد في لحمة المصريين مع بعضهم لتحقيق إنجاز تاريخي يذكره الأجيال القادمة ونشعر به في الأجيال الحالية كأجيال حالية بأن ده أحد أهم نتائج ثورة 30/6 بداية الإنجازات وشرارة الخريطة. المشروعات القومية الجديدة وكتابة تاريخ جديد من الإنجازات للشعب المصري والقيادة السياسية. تمام. فده كان مهم جدا 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 قبل ما نتكلم على النتائج. تمام. طيب ال 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 يعني خلينا ناخد جزء كمان عن قناة السويس الجديدة وبعدين نروح بقى لموضوعنا التاني. تمام. طبعا يعني اكيد بحكم ان 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 في اقامه لقناه السويس الجديده هيبقى في منطقه لوجستيه، هيبقى في منطقه للخدمات الملحيه، هيبقى في كمان حاجه من فتح مجالات عمل وتوظيف جديده للمصريين. يعني هي بارقه امل هتستمر وتقوى وتكبر وتزيد. الموضوع بي بي بينتشر اكتر وحجم الانجازات الاقتصاديه اللي جواه بتزيد. هل يعني حضرتك لما رحت، يعني دي كان العيد الخامس، تمام، كم بقى التطور اللي في المنطقه هناك على رؤيه العين؟ يعني احنا بنشوفها في الكاميرات واحنا شفناها، بس عشان انت عايشها من اول ما ابتدت معاهم بتحضرها كل سنه وبتشوف التطورات اللي عليها، فاكيد شايف في الموضوع بقى فيه شكل مختلف خالص. يعني اسمح لي اقول لحضرتك ان مهم جدا جدا جدا، وده دور الاعلام المفروض، يعني ان هو يظهر النتائج المترتبه على حفر قناه السويس الجديده. بالظبط. وده مهم جدا. قناه السويس الجديده كانت فكره الفريق مهاب ورؤيه وتنفيذ وقرار من السيد الرئيس وتنفيذ الشركات والشعب المصري بنسبة 100%، يعني ورأس مال مصري 100% زي ما سعادتك قلت. أجمل ما في هذا الموضوع هو الدروس المستفادة منه والنتائج اللي ترتبت عليه. تمام. الدروس المستفادة منه رقم واحد تعامل سيادة الرئيس مع فكرة الفريق مهاب مميش وتعامل الفريق مهاب مميش نفسه مع فكرة قناة السويس الجديدة. كلنا سمعنا لقاء السيد الفريق مع الإعلامي المحترم أحمد موسى. الراجل قال لك أنا أول ما كلفت إن أنا أكون رئيس لهيئة قناة السويس الجديدة، خد بال حضرتك ده بيعلمنا ازاي نخلق من الأزمة فرصة ومن المحنة منحة. وده مهم جدا 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 لينا كلنا كشباب. ان هو جاله تليفون وهو رايح يستلم شغله في قناة السويس، اول حاجة انه بيستأذن من رئيس هيئة قناة السويس اللي كان موجود انه يروح يستلم ازاي، رغم انه جاله امر تكليف وقعد اكتر من اسبوع علشان فقط ياخد الاذن عشان يروح يستلم. فشوف التعامل والاحترام واللي بتعلمه القوات المسلحه لابنائها. ده رقم واحد، يبقى احنا هنحترم الكبير، ده كان القائد بتاعه. فاحترمه حتى والراجل عزل من منصبه كرئيس هيئه قناه السويس وهو رايح يستلم. دي كانت اول حاجه الحقيقه انا على المستوى الشخصي احترمتها واثرت فيا ان الفريق مهاب يكلف ويستاذن قبل ما يروح
لمده اسبوع او اكتر عشان يستلم المنصب الجديد من الراجل اللي موجود اللي عزل. وهو رايح اول مشكله قابلته ان في مركب في القناه واقفه في قناه السويس معطله المجرى الملاحي يوم كامل. شوف الفكره جات له منين. فكانت اول حاجه تقابله انهم كلموه بقى بصفه ان هو رئيس القناه الجديد ان هم عندهم مشكله في ان في مركب بيتعمل لها صيانه واقفه بقى لها يوم كامل معطله المجرى الملاحي. فهو قال ايه؟ قال ازاي؟ معانا صوره تذكاريه ليك مع سياده ده كنت يعني مهاب. شرفت بـ 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 مع سياده الفريق مهاب مميش بتكريم من سيد الفريق مهاب مميش في الخدمه في السويس الجديده. الحمد لله في البدايه في اول في يعني في اثناء الحفر كمان. المهم يعني ان هو الراجل لما فكر ازاي يبقى عندنا مجرى ملاحي مهم زي ده عالمي وتتعطل مركب توقف المجرى الملاحي يوم كامل ازاي ده حل. فهنا فكر ازاي يعمل يحل. تمام. فراح للمجموعه اللي موجودين للناس اللي موجود فريق العمل فريق العمل اللي موجود معاه وكلفهم على الفور بعمل دراسه جدوى ازاي نقدر نحل المشاكل اللي موجوده عندنا. فكانت الفكره انه يعمل قناه موازيه. قناه موازيه عشان ما يحصلش توقف للمجرى الملاحي. واخد بال حضرتك؟ وبالفعل عمل الدراسه وما هنش عليه في الوقت ده في 2000 ان هو يقدمها في 2012 لمين؟ تمام. للقياده اللي كانت موجوده اللي هي القياده دي موجوده الإخواني. من قبلها. طبعا. واخد بال حضرتك؟ هو كان عامل دراستين، دراسه الحفر ودراسه المنطقه الاقتصاديه. ما رضيش يقدمها لهم اصلا. ما رضيش يقدمها لهم عشان شاف ان مش هيفهموا المنظور. مش بس كده، ان هم هياخدوا ده يقولوا احنا اللي عملناه وهينسبوا الكلام ده لنفسهم مش هيوصل يعني ده منسوب لراجل من رجال القوات المسلحه المصريه. بالظبط حضرتك. فده برضه يعلمنا. كان قائد قوات بحريه كمان. يعلمنا مهم جدا ان ادراك قيمه الاشياء، انك تبقى لما تيجي تقدم حاجه لحد تبقى عارف ان هذا الرجل سيقدر قيمه هذا الشيء. فادخر الفكر لحين ما درست تماما وراح قدمها للسيد رئيس الجمهوريه وقال ان السيد رئيس لم يعطيني اي انطباع بموافقته او عدم موافقته لما عرض عليه الفكره، ولكن قال ان هو كلمه الساعه 6:30 الصبح وقال له انا ما نمتش. جاهز؟ قال له جاهز يا فندم. وكانت البدايه ان الرئيس اعتمد اطلق الشراره البدء في المشروع. وقال سياده الفريق انه قعد مع 30 لواء من القوات المسلحه، ان الموضوع ليه ابعاد كتير جدا 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 جدا. طبعا. واخد بال حضرتك؟ غير ان هو مجرد قناه هتدر اموال ليه جدوى فنيه اقتصاديه. فطبعا ده يعلمنا ازاي ان سياده الرئيس بيدرس وبياخد حاجات مدروسه ويشتغل بحاجات مدروسه، لكن دايما اكتر حاجتين بنلاحظهم في كلامه هو عامل الوقت والتكلفه. تمام. فدي نستخلص منها ان اي حد لما يبقى عنده فكره او عنده مشروع هيقدمه للقياده السياسيه لازم يحط في اعتباراته الهدفين دول الوقت والتكلفه والجدول الاقتصاديه هيجيب ايه، مردوده بعد كده هصرف عليه قد ايه وهيجيب لي قد ايه بعد قد ايه. فالحقيقه ان 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 لما اتخذ وكان من تكريم سياده الرئيس بقى واحتفائه بالسيد الفريق ليس فقط في شخص الفريق مهاب، ولكن في شخص اي قياده بتقدم دراسه او بتهتم بشؤون الوطن، انه خلى حفل الافتتاح يبقى يوم ميلاد سياده الفريق. من الحاجات اللي اتعلمناها برضو ان القائد لما يقول امام الجميع لنا برضو من الفريق مهاب ومن اخلاقه، انه القائد الاعلى للقوات المسلحه ورئيس الجمهوريه لما يقول، رغم ان هم متفقين تماما على ان دراسه معموله على 3 سنين تنفيذ، لما يقول قدام التلفزيونات وقدام كل الدنيا ان انا عايز انفذ في سنه، المرؤوس يرد يقول حاضر، وبعدين يتناقش. ودي اخلاق من اخلاق القوات المسلحه واخلاق الفريق مهاب والمنظومه اللي الرئيس او سياده الرئيس اختارها حوالين منه، ناس محترمه، ناس متربيه، ناس اخلاق، التزام، ناس عندها فكر. ما هو مش بيقول سنه وما يعملوش حاجه، بيقول سنه تتعمل. بالظبط. ده شكل الدوله المصريه اللي كنا بنحلم بيها. واخد بال حضرتك؟
ان لما يتكلم الرئيس في شيء، وده برضو حاجة نتعلمها احنا كلنا، ان الكبير لابد ان يحترم، ما جدلوش قدام الناس، واخد بال حضرتك، وبعدين ابقى اتكلم معاه بعدين، وبعدين لما اقول خلاص هتعمل بقى التعب. فانا ده اللي انا بقوله، الدروس المستفادة. طيب بدأوا حفر في قناة السويس. طب ايه قناة السويس؟ عشان نقيمها ونشوف نتائجها، قناة السويس ما كانتش مجرد قناة بتتحفر بس. اول حول نتيجة مهمة للقناة هو ان خد بال حضرتك استهدف ان احنا القناة خد 16 متر بقت 24 متر. زادت مساحتها. لا زادت العمق. كان حفر قناة وزيادة اعماق. تمام. معايا حضرتك؟ يعني. طبعا. مش بس. فالحارة التانية دي خلت المراكب تمر بين سيابية بسهولة اكتر. وبسهولة. وتعدي مراكب بحجم اكبر من وتعدي. واختصرت الزمن من اربعة يعني اسرع. بدل ما كانت 22 ساعة بقت 11 ساعة. تمام. وده مهم جدا. عشان كده كانت هدية للعالم. ان يعني ايه هدية لمصر والعالم؟ هدية للعالم رقم واحد ان ما بقاش في عندنا مراكب بتركن او مركب تتعطل فتعطل الباقي. طبعا. ده بالاضافة لعمل جراجات كثيرة جدا جدا عشان الصيانة والمراكب. وانها بقت تنفع تعدي مراكب بحجم اضخم. بالظبط. وكمان تعدي. استهدفنا مراكب سفن عملاقة. يعني بقت النهاردة عند حضرتك تمام؟ المراكب الكبيرة احنا بقينا نستهدف 93% من السفن العالمية. ما شاء الله. تخيل بقى حضرتك ان 7% دول لما اتكلم عنهم الفريق اسامة ربيع قال لك ايه؟ احنا نقدر نعمل ده. ولما اتكلم عنهم سيادة الفريق قال لك الستة متر دول احنا سايبينهم للاجيال القادمة تمام؟ علشان لو الاجيال القادمة للمراكب العملاقة والسفن العملاقة. طب الفرق بين الاتنين ايه؟ الجدوى الاقتصادية. ان هو يقدر يحفر كمان 6 متر يزود اعماقها وكان يقدر يزود من وقتها بس هتزود تكلفه انا لحد ال 24 متر انا اقدر استهدف 93% من السفن العملاقه. ال 7% دول تكلفه ال 6 متر زياده دول لو انا عملتهم هيبقى المصروف اعلى من اللي هيجي، اعلى من المردود في التوقيت من المردود في التوقيت. بسرعه الجدوى الاقتصاديه في التوقيت. مع حضرتك. فبناء عليه حتى ذكر ده الفريق اسامه ربيع في الاحتفاليه وقال ان احنا نقدر نعمل ده، ولكن احنا الجدوى الاقتصاديه مش هتبقى كبيره، هنحفر وهم 7%، ولكن احنا متابعين تمام السفن العالميه ومتابعين احجامها ومتابعين تصنيعها، بحيث لو زادت النسبه دي عن وبقى عدد السفن العملاقه كبير وزاد، احنا في الوقت ده ممكن ناخد قرار خطة مستقبلية واخد لبال حضرتك. تمام. فكانت مهمة جدا جدا الحتة دي. طيب قناة السويس حفر بس؟ لا، لما نيجي نشوف النهاردة نقارن بقى عشان نعرف النتيجة الحقيقية اللي الناس لازم تعرفها لقناة السويس. اولا ال 64 مليار اتصرف منهم 20 مليار على القناة، والرئيس اصر ان المصريين هم اللي يمولوا. كان ممكن ناخد قرض لكن عشان نحس بحاجتنا ومشروعنا، واخد بال حضرتك، وعلشان في تنظيم يمكن معالي الفريق مهاب شكر وزير الماليه في الوقت ده دكتور هاني ادري وقال ان هو في الوقت ده قال له انا مش هديك وبقى يا رايح ياخد ال 64 مليون مليار. فقال له لا مش هديك ال 64 مليار، انا هديك 30 وهخلي 30. فدي وكان في توافق، ده دليل على ان كان في تنظيم وفي منظومه دايره، مش موضوع مش مجرد اشاره بدء ويلا بينا. معايا حضرتك؟ فمهم قوي ان يبقى في فريق عمل شغال، ومهم قوي ان يكون عنده روح، واخد بال حضرتك؟ يكون الشعب حواليه مؤيد للي بيحصل ومؤيد داعم معنوي كمان، وداعم ما يفضلش يهاجم يقول لك تعمل كده ليه. وده كان من النتائج عشان نشوف النتيجه الحقيقيه، نقارن ما بين الخمس سنين السابقين لقناه السويس والخمس سنين اللاحقين لقناه السويس، القناه السويس الجديده. فمن عندنا من 2010 لحد 2015، ومن 2015 لحد 2020. قبل 2015 كانت قناه السويس واحده. تمام. واخد بال حضرتك؟
بعديها من 2015 ل 2020 اللي هم الخمس سنين اللي فاتوا دول. طب النتائج قبل من 2010 ل 2015 كان عدد السفن اللي بتمر في قناة السويس ناهيك بقى عن الاعطال والخسائر اللي بتتحقق من الاعطال ووقوف القناة والكلام ده كله، ولكن نيجي للنتائج كان بيمر عندنا 83 الف تمام وكسور عشان مش فاكر الرقم بالظبط سفينة من خلال الخمس سنين اللي ايه اللي فاتوا اللي هم اللي من 2010 ل 2015. طب من 2015 ل 2020 في القناة الجديدة بقى مر عندنا 90,000 سفينة. الفرق كبير جدا. واخد بال حضرتك؟ بالإضافة بقى لإيه كمان؟ لأن بقى عند حضرتك كمان سفن عملاقة ما كانتش بتمر قبل كده. يعني في 90,000 سفينة أنت بقيت مستهدف 93% من سفن العالم، فبقى عندك سفن عملاقة بتمر لأول مرة في قناة السويس. تمام. ده جعل قناة السويس أهم وأفضل مجرى ملاحي في العالم. تمام. عالميا ده رقم. طيب احنا في التجارب بقى انا اتفضل بس معلش انا اكمل لحضرتك النتيجة. تمام. النتيجة كمان ان الحمولة من 2000 خد بال حضرتك و10 ل 2015 كانت حوالي 4.7 مليار طن. تمام. لا ده الحمولة من 2015 ل 2020 كانت 5.5 مليار طن. شفت حضرتك الفرق قد ايه؟ تمام. الدخل بقى ده اللي يهمنا كلنا، الدخل القومي بقى في الخمس سنين من 2010 ل 2015 كان الدخل القومي حوالي 24 او 25 مليار دولار. تمام. واخد بال حضرتك؟ من 2015 ل 2020 بقى 27 مليار و200 مليون دولار. شفت حضرتك الفرق؟ الفرق كبير. واخد بال حضرتك؟ ده فرق النتائج. يبقى بنتكلم في حوالي 83,000 سفينة قصاد منهم 90,000، بنتكلم في 4 مليار ونص تقريبا او طن، بنتكلم هنا في 5 مليار ونص طن، بنتكلم هنا في 24 مليار وكسر، بنتكلم هنا في 27 مليار و200 مليون. معايا حضرتك؟ دي نتيجة، دي نتائج حقيقية لقناة السويس الجديدة. مش كده وبس، كمان المشروعات اللي تمت على قناة السويس الجديدة ما هي كانت شرارة وخطيرة لمجموعة من المشروعات التنموية في المنطقة. كمان مشروع هيئة التنمية الاقتصادية للقناة، معايا حضرتك؟ ده من الحاجات القائمة على قناة السويس الجديدة. مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة أحد مكتسبات هيئة قناة السويس الجديدة. الاستاد الأولمبي اللي بيتعمل كقرية أولمبية، واخد بال حضرتك؟ اللي هو استاد القناة الجديد حاليا بيتعمل. مدينة السويس الجديد، مدينة بورسعيد الجديدة. كده وبس؟ لو لم تكن قناة السويس الجديدة لم يكن عندنا ست أنفاق جداد. احنا عندنا بقى كم ممر بنعبر بيه الناحية التانية ناحية الشرق؟ كم ممر؟ تقريبا 13 ممر، ست معديات وست أنفاق جداد. دلوقتي لكن الأول كان نفق الشهيد أحمد حمدي بس وكوبري السلام بس والمعديات. بالظبط. النهاردة بقى عندنا نفق الشهيد أحمد حمدي وست معديات وست أنفاق. معايا حضرتك؟ بيعدونا البر التاني، يعني معناه إن احنا ده يؤهل للتنمية في سينا. في سينا بالظبط. كمان ما كانش هيخلينا نقدر، عملنا كمان صحارة سرابيا عشان مية القناة تعدي، مية النيل تعدي الناحية التانية. واخد بال حضرتك؟ عشان يحصل بقى استزراع زراعي وتنمية في المنطقة. بالإضافة بقى للاستزراع السمكي، مشروعات الزراع السمكي والمشروعات الزراعية اللي بتتم، والطرح اللي انطرح من فترة للمشروع بتاع اللي هو العشر فدادين اللي طرح لتنمية سينا. خد بال حضرتك على الشباب يعني والبيت معايا حضرتك؟ فإذا نتائج قناة السويس الجديدة لو قعدنا نتكلم فيها هنتكلم عن حاجات كتير جدا. طيب هل هي وقفت الأمور لحد كده؟ لا. في أزمة كورونا اللي فاتت دي
حركة الملاحة العالمية تأثرت بنسبة من 15 لـ 27% على كل المستويات، على كل الممرات الملاحية في العالم العالمية. العالمية في أزمة كورونا. عندنا في مصر ما تأثرتش كتير، يعني تقريبا حوالي 1 أو 2%. ليه؟ لأن كمان الفريق بقى أسامة ربيع اللي هو الفريق الحالي رئيس هيئة قناة السويس عمل حزمة، بقى عنده فريق خبر حضرتك وعنده استراتيجية متكاملة متطورة في التسويق للمجرى والتخطيط بتاع المجرى الملاحي، فأصدر حزمة من العروض التسويقية والخصومات اللي خلت معظم المراكب تعدي من عندنا. فمر عندنا في الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس 2020 11,250 سفينة. عظيم. شوف الفترة دي 11,250 سفينة بإجمالي حمولة 693 مليون طن بإيرادات بلغت 3.3 مليار دولار طيب في الفترة دي. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. طيب كده وبس؟ لا، منظومة التطوير الملاحي في القناة حاليا، احنا جبنا كركات من بره عشان نشتغل ونحفر، لا ده في حاليا القناة اترفع تصنيفها عالميا، واخد بال حضرتك، وزادت كمان قدرتها على مواجهة التحديات والمنافسة للممرات الاخرى. طيب احنا عايزين ان يعني احنا شفنا ان ده مثال لحاجة ترفع من الروح المعنوية المصرية، تزود الدخل القومي، تمام، تدل على تجربة حقيقية على ارض الواقع ونجاح. تمام. كويس. في ظل ده احنا حاليا داخلين على مرحلة جديدة وهي اقامة الغرفة الثانية التشريعية داخل مجلس النواب. تمام. هي مجلس الشيوخ هيبقى انتخاباتها يوم الثلاث اللي جاي. تمام. احنا عايزين بحكم ان حضرتك رئيس جمعية مزارعي مليون ونص فدان، بحكم ان انت بتمثل جزء من الشباب المصري وشباب الريف المصري بالذات، يعني مش يعني عايزين نقول للناس ان ده استحقاق دستوري. احنا عملنا التعديلات الدستورية عشان يبقى موجود الغرفة التانية دي، لازم الناس تعرف قيمتها ولازم تشارك. دي اول دورة يحصل فيها تكوين للغرفة التانية، لازم المصريين ينزلوا ويشاركوا عشان احنا ما بنعملش ده لنفسنا لوحدنا، بنعمل ده لينا ولولادنا وللرؤية العالمية. انا ما ينفعش اقعد اقول انا عايز حقوق انا عايز حقوق انا عايز حقوق، وبعدين لما حد يجي يديك الحقوق انت ما تحسش بقيمتها وما تحافظش عليها. بص حضرتك، احنا عندنا وقت دي مش كتير، طب بس انا هممني ان انا يعني بص اقول للناس، هنقول للناس أهمية إنهم لازم ينزلوا لا أقدر أقوله. يشاركوا. هو أنا مش هقدر أقول أكتر من اللي حضرتك قلته ده، اللي هو إن أوجه دعوة لكل المصريين بكل الفئات، أوجه دعوة لكل مزارعي المليون ونص فدان، فلاحين، شباب خريجين، لأهالينا في الريف والصعيد، فلاحين أهو، فلاحين والصعايدة والعرب والشباب والمرأة طبعا، يعني هي قبل الكل الحياة بتنزل، تمام، إن إحنا ننزل ونشارك ونختار اللي يمثلنا عشان ما نندمش، ونكمل ركن اساسي وركين من اركان الدولة المصرية. تمام. فمهم جدا ان احنا ننزل عشان نختار اللي احنا عايزينه. تمام. معايا حضرتك؟ لازم ننزل نختار اللي احنا عايزينه، نختار اللي نحب اللي هو يمثلنا، علشان ما نجيش نندم بعد كده ونقول ده فلان وده فلان اختاروا وده هم جايبينه وده مش عارف ايه. لا، نقطع الشك باليقين وننزل نختار اللي احنا عايزينه، اللي احنا شايفينه انه رجل امين، رجل محترم، رجل هيعرف يحقق احلامنا على الاقل من قوانين وتشريعات. معايا حضرتك؟ لان غرفة مجلس الشيوخ غرفة مهمة جدا جدا، خد بال حضرتك، واحد اهم ركائز الدولة المصرية. فانا لا اقدر اقوله ان الناس ان الناس تنزل، وان الناس تنزل تتشارك وتحط صوتها وتختار اللي يمثلها في هذا المجلس، وده مهم، ولانه مهم جدا 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 الناس تنزل من كل اطياف الشعب المصري. لازم كلنا ننزل ونفرح بان احنا عادت لنا او الرئيس قعد لنا
غرفة مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ شيوخ. علشان نقدر يمثلنا عدد من النواب أكتر من بس أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشعب، لا لازم كمان يكون عندنا مجلس شيوخ عشان الناس دي تقدر تشارك في التشريعات وتقدر تشارك في سن القوانين وتقدر تشارك إنها تخدم. يعني يبقى عندنا كذا نائب في الدايرة بدل ما يبقوا اثنين او ثلاثة او اربعة، يبقى عندنا ناس موجودة في مجلس الشيوخ وناس موجودة في مجلس النواب، ان ده ما خدناه ما فدناش ده هيفيدنا، ولكن مهم جدا ان احنا يكون الموضوع ده بايدينا بايد المصريين هم اللي يعملوه. وكمان نضيع الفرصة على الناس اللي بتقول ان بتشكك في ان في حياة سياسية بجد موجودة في مصر. تمام. بالك، لكن انا مهم جدا عايز اقول حاجة لو تسمح لحضرتك، مهمة كنت عايز اقولها لحضرتك، ان في تكملة التطوير اللي موجود ان احنا عندنا النهاردة مصر قناة السويس عندها النهاردة 3 قطارات جديدة في ترسانة بورسعيد الملاحية. قطرات ما كانش عندنا ده موجود قبل كده، وبندشن كمان للقطرة الرابعة، كل ده في خلال سنة. دي من انجازات الفريق اسامة ربيع. من الانجازات دي كمان ان احنا بقى عندنا 2 كراكة. كراكة اللي يتم تدشينها هي قاطرة اللي هي كراكة الكراكة اللي هي باسم الفريق مهاب مميش، كأحد أكبر الكراكات اللي موجودة في الشرق الأوسط والعالم. وإن شاء الله في أكتوبر اللي جاي هيدشن كمان كراكة المشير حسين طنطاوي. الشباب قالوا لي إحنا وقتنا خلص. طيب بمناسبة المليون ونص فدان، أنا بطلب طلب، يا ريت ان كل مشروع قومي يكون ليه عيد ميلاد قومي زي قناة السويس. اتمنى ان مشروع المليون ونص فدان يبقى له تاريخ، يبقى ليه. هو كان 16 اكتوبر 2016 اول قرعة لمشروع المليون ونص فدان. اتمنى ان شركة الريف المصري تعمل كل سنة او تحتفل كل سنة بمشروع المليون ونص فدان، شركة مع الناس اللي اخدت ومع الشباب ومع المزارعين وصغار المزارعين ومع الفلاحين ومع المستثمرين في منطقة، كل منطقة من المناطق يتعامل العيد ده، تعمله شركة الريف المصري، وعشان خاطر الشعب المصري يشعر بالإنجازات ويشعر باللي احنا حققناه، ويبقى عندنا كل أيامنا إن شاء الله بإذن الله إنجازات وأعياد. فده بطلبه على هوا، أتمنى إن يكون في كل المجالات وكل إن شاء الله المشروعات. احنا سعداء طبعا بلقائنا معاك، ومعلش هو وقتنا خلص بس الكلام ما خلصش زي ما بيقولوا، فان شاء الله نعمل لقاء تاني ونكمل عن بقيه المشروعات القوميه اللي بتحصل على ارض مصر، وعن مقترحات جديده تساعد الشباب وتساعد مشروع مليون ونص فدان ان هو ينتشر اكتر، وانه يوري برضو للناس والمصريين حجم النجاحات اللي جوه المشروع ده، لان نتائجه احنا هنلمسها بايدينا. يعني بالزبط. الشباب والمزارعين والفلاحين ما هيلمسوا ده بايديهم في زراعتهم. تمام. طبعاً شكرا لحضرتك، شكرا على وقتك، واسف اذا كنت قاطعتك. لا يعني طبعا معلش، بس هو الشباب في الاعداد بيكلموني بيقولوا لي الوقت خلص. احنا سعداء طبعا بوجود حضرتك معانا، ودايما مصر في خير وامن وسلام يا رب ان شاء الله في ظل قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا رب. اعزائي المشاهدين، احنا هنا وصلنا، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعايه الله.